هذه مرقد السيدة خولة بنت الإمام الحسين عليه السلام في مدينة بعلبك في لبنان. لبيك يا زينب. طبعا هذه هي الشجرة اللي زرعها الإمام السجاد عليه السلام، اللي أغصانها ميتة، العفو جذورها ميتة، لكن هي مثمرة. هذه أكثر من 1400 سنة عمر هذه الشجرة، الشجرة التي زرعها الإمام السجاد عليه السلام، ما زال الشاهد ليومنا هذا. طبعا الان تشاهدون الشجره اللي بذرها الامام السجاد عليه السلام قبل 1400 سنه في هذا المكان تحديدا. بالطابق الاسفل دفنت السيده خوله بنت الامام الحسين عليه السلام، دفنها السيد الامام السجاد عليه السلام بعد في مسيرة الأربعين باتجاه بيروت صيدا صور، وبعدها تجو إلى الشام اللي هي الآن دمشق. هذه الرحلة استمرت حين الوصول إلى كربلاء المقدسة، استمرت 40 يوم. هنا في هذا المكان تحديدا هذه الشجرة اللي بذرها الإمام السجاد عليه السلام، هذه الشجرة جذورها ميتة ولكن أغصانها صورة تعبر عن الشجرة اللي بذرها الإمام السجاد عليه السلام. الآن عمرها 1400 سنة تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ونحن الآن في الشجرة اللي بذرها الإمام السجاد عليه السلام قبل 1400 سنة، عندما قام الإمام السجاد عليه السلام بدفن السيدة خولة بنت الإمام الحسين أخته. بذرة أصبحت هذه الشجرة. هذه الشجرة من المعجزات أنه جذورها ميتة ولكن أغصانها تنمو. هذه واحدة من العجائب. يعني عمر هذه الشجرة 1400 سنة تقريبا. إذا صورك مو؟ والله.